ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه حتى يقضيها كان الله في حاجته، ومن يصى على معسر يصى الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن أدخل السرور على إنسان كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، هذا شهر إطعام الطعام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، هذا شهر البر والصلة، وصلوا بالليل والناس نيام، هذا شهر القيام، تدخلوا الجنة بسلام وتكونوا فيه من العتقاء بإذن الله.